برحب بحضراتكم. البيت الكبير لسه مستمر والفقرة النهاردة التانية دي مع واحد من نجوم الدفاع في الكورة المصرية في الفترة الأخيرة، بالرغم من صغر سنه لكنه بسرعة جدا قدر أنه يجذب الأنظار إليه. كمان كان واحد من نجوم النادي الأهلي اللي حققوا بطولات كبيرة معاه، وده على المستوى المحلي أو المستوى الأفريقي. بعد كده انضم لصفوف الجونة بيستكمل مسلسل الأداء المميز له. نجمنا النهاردة لؤي وائل، مدافع فريق الجونة، اللي برحب بيه في البيت الكبير. أهلا بيك يا وائل. أهلا بيك يا سيامة، ربنا يخليكي. مبسوط أنا موجود معاكي ومع كابتن هاني. طبعا أبويا يعني مربيني من وأنا صغير، فخور ان انا موجود في قناه النادي الاهلي. حاسس ان انا موجود في بيتي يعني. اهلا، منورنا لؤي، وانا فعلا سعيد انك تكون موجود. وطبيعه انا مشوارك انا عارفك وانت صغير، فمشوارك حبيبي يعني كان فعلا. انت من السردباكات المميزه جدا جدا جدا، وعلى المستوى اللعب هنتطرق لكل دوت، بدايتك مع النادي الاهلي، وكمان نطلع بره اشوف عملت ايه بره، ورجعت مصر طبعا مع كذا نادي، فنشوف تقرير ليك. طبعا فريق الاعداد محضر تقرير لؤي وائل، نشوف التقرير ونرجع مع حضرتك. واحد من المدافعين البارزين الذين تألقوا ولفتوا الأنظار منذ سن صغيرة في قطاع الناشئين داخل النادي الأهلي، مما فتح أمامه أبواب الاحتراف مبكرة لينتقل إلى نادي ليرس ويصبح لاعبا أساسيا في صفوف الفريق البلجيكي العريق. ولد لؤي وائل في 4 يونيو عام 1992 بمدينة الإسكندرية، وبدأ مسيرته الرياضية من قطاع الناشئين داخل النادي الأهلي، حيث تألق في مركز قلب الدفاع القوي والموهوب. ومن ناشئي الأهلي واتته الفرصة مبكرا في عالم الاحتراف، فانتقل إلى ليرس البلجيكي، لكنه في العام 2014 تلقى اتصالا هاتفيا من مسؤولي الفريق الكروي الأول في الأهلي يطالبونه بالعودة لدعم دفاع الفريق في تلك الفترة. لم يفكر كثيرا واتخذ قراره سريعا بالعودة إلى بيته القلعة الحمراء. وفي يونيو 2014 تعاقد الأهلي رسميا مع لؤي وائل لمدة 5 أعوام، ليعود اللاعب الشاب للمارد الأحمر ويرتدي قميص نادي القرن لأول مرة. وبعد موسمين مع الأهلي وفي ظل وجود أكثر من مدافع مميز في تلك الفترة، ورغبة لؤي وائل في المشاركة بصورة دائمة في مباريات الفريق، قرر اللاعب الانتقال إلى نادي الإنتاج الحربي تحت قيادة المدير الفني المخضرم شوقي غريب، ليرتدي اللاعب ثوب الإجادة من جديد ويفرض نفسه ضمن أفضل مدافعي بطولة الدوري في موسم 2015-2016. وفي 2 يونيو عام 2018 كان اللاعب على أبواب محطة جديدة في مسيرته، بعدما انضم لصفوف نادي الجونة لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، ليصبح واحدا من أبرز مدافعي الدوري من جديد، ويشكل وسط كوكبة نجوم القلعة الحمراء في صفوف الجونة فريقا قويا مثل عقدة قوية لكل منافسيه في البطولة. يفعل لؤي وائل ويتقدم اللاعب المدافع ليدافع عن طموحات وأحلام ورغبات الجماهير الحاضرة في ملعب اللقاء، ومن كرة ركنية اتلعبت اصطادها لؤي وائل. وشهد الموسم الجاري تألق لؤي وائل رفقة زملائه وشريكه في خط دفاع الجونة محمد نجيب ابن الأهلي السابق، ونجح في قيادة الفريق للبقاء في الدوري الممتاز بعد موسم شاق وطويل ومنافسة صعبة مع نحو 10 أندية للهروب من شبح الهبوط إلى دور المظاليم. لؤي وائل من الكباتن اللي اتقال عليهم فعلا أبناء النادي الأهلي. انت دخلت النادي الأهلي وانت عمرك 8 سنين ما شاء الله من سبورتنج، صح؟ بالزبط. الأهلي شافك دخلت النادي، قول لي ازاي ده حصل، وازاي ده ساهم بقى ان انت تبقى من وانت صغير قوي في السن ده تحديدا كون شخصيتك او ساهم في تكوين شخصيتك انضمامك البدري ده للنادي الأهلي. هو اول حاجه انا كنت بلعب في سبورتنج في اسكندريه، بعد كده لعبنا بطوله في سبورتنج، كابتن بدر رجب كان موجود في البطوله دي، لعبنا النادي الاهلي، كنت بلعب في سبورتنج ساعتها، لعبنا النادي الاهلي في الفاينل، كسبنا الاهلي 3 ساعتها. ف
فالكابتن بدر رجب شايف ان انا مميز وكان محتاج يسال عليا، فسال عليا والدي وكده، فبابايا اهلاوي جدا طبعا، فاول ما عرف قال لي يلا على طول، يعني ما فكرش لثانيه. فانا بالنسبه لي كان الموضوع لسه جديد، كان 8 سنين، فكان لسه الموضوع بالنسبه لي غريب، بس كان نفسي طبعا ابقى موجود في النادي الاهلي. وكان والدي قبليها اصلا ب اسبوعين بيقول لي يا سلام لو انت مثلا حلمي ان انت تلعب في النادي الاهلي، قبل البطوله نفسها قبليها باسبوعين بالظبط. قبليها باسبوعين بالظبط. فسبحان الله جت في ساعتها، فهو حس ان حلمه بيتحقق، فقال لي تمام يلا بينا. فقلت له يلا انا موجود، والنادي الاهلي بيتي، ويعني بتمنى طبعا. كنت بلبس تيشيرت الاهلي من وانا صغير جدا، فاول ما عرفت النادي الاهلي وكابتن بدر رجب، بعد كده كابتن اكرام يجي يكلم النادي عشان الدنيا تتخلص وكده، فرحت على طول من عندي 8 سنين. كل ده كان عمرك 8 سنين وسبت اسكندريه بالظبط، وجيت على القاهره وبقيت في ناشئين النادي الاهلي. وانا بتكلم معاك يعني دايما الواحد بيفتكر ايام الناشئين واكنها لسه امبارح بالظبط. الايام كانت جميله جدا. احكي لي مين الجيل بتاعك، ومين اول واحد شفته في النادي الاهلي وعملت معاه صداقات وبدات يعني؟ هو اول ما دخلت النادي انا اول واحد اتصاحبت عليه كان النني. يعني انت دخلت لقيته؟ على طول اول واحد داخل الملعب وكده. اول واحد اتكلمت معاه واتصاحبت عليه كان النني، والحمد لله لازالت علاقتنا الى لحد دلوقتي الحمد لله كويسه جدا، ومع بعض دايما على اتصال يعني. فنني اول واحد، وكان هو موجود في النادي من قبليها بكذا سنه، فهو قعد بقى يتكلم معايا ويفهمني ويوجهني ان ازاي الدنيا ماشيه في النادي وكده، فكان هو اكتر صديق كنت بثق فيه ساعتها. بعد كده بقى بدانا انا وهو كذا سنه بقى مع بعض، لحد ما وصلنا هو 17 سنه، لان هو راح المقاولين وانا كملت. كان ساعتها كابتن محمد يوسف الماسك للفريق، وكملت بقى وبدات اطلع فيرست تيم. كانت سنه حوالي 2009، كان كابتن حسام بدري لسه ماسك، وطلعت بقى وبدات. كان عمرك كام سنه بقى ساعتها؟ لوي كان 17 سنه. 17 سنه اول ما طلعت كان عندي 17 سنه. طبعا اليوم ده انا فاكر لحد اللحظه دي عمري ما هنساه، يعني الكلام ده من 12 سنه 11 سنه. انا اول ما دخلت كان مثلا تمرين الساعه التجمع الساعه 9، فانا عملت فيها جامد بقى، وان انا هروح قبلها بساعتين وبتاع، وبقى ايه ان انا ملتزم قوي وبين نومي جامد. رحت لقيت كله موجود. رحت بقى اول واحد لقيته كان كابتن ابو تريكه. اول واحد لقيته قاعد كان كابتن ابو تريكه قاعد بيقرا قران وقاعد كده، فانا قاعد مصدوم، لو هو بجد ده ابو تريكه اللي انا بشوفه في التلفزيون؟ انا مش مصدق فعلا يعني. فمره واحده لقيته قاعد بيسلم عليا وبيضحك وبيديني ميه زمزم، قال لي خد لسه راجع من السعوديه وخد اشرب وبتاع. فانا قاعد مرعوب، انا قاعد بتفرج عليه. بعد جميل تريكه. جميل، شخصيه جميله من انضف واجدع الشخصيات اللي لعبتها في حياتي. بعد كده لقيت كابتن وائل جمعه، بعد كده بقى لقيت كابتن سعد. دخلت على يعني دخلت بقى انا مصدوم، انا قاعد مرعوب، قاعد في مكاني عمال اكش كده، ده يعني مش مصدق ان انا قاعد معاهم يعني. بس فبصراحه يعني كانوا يعني بيساعدوني وبيسندوني وما حسسونيش ان انا لسه طالع، وكله قاعد يقول لي العب براحتك واتبسط والعب بكل اللي نفسك فيه وما تخافش من حد وكده. فبصراحه يعني كان من احلى يوم في حياتي يعتبر، يعني يوم لما طلعت ده يعني. حلو ده. محطه الناشئين في النادي الاهلي افتكر انها كانت نقطه بقى التحول، ودخولك بقى النادي والفيرست تيم ده كانت نقطه تحول للانطلاق بره والاحتراف في ليرس البلجيكي تحديدا، صح؟ طبعا. طبعا انا لما طلعت ساعتها كان بلعب ماتشات وديه. فكان ساعتها بقى كنت بلعب مع الكابتن ابو تريكه، كابتن الجمعه، اللعيبه دي كلها، وكابتن حسام غالي. فانا كنت بلعب ماتشات، فكان احنا خلاص سن 21 ده كان لازم يتايد 5 لعيبه بس، بعد كده الباقي هيضطر اللي هو ما يبقاش موجود مع الفرقه. فانا كنت موجود لحد اخر لحظه مع الفرقه، بس كان الاهلي محتاج مراكز معينه. كان انا المركز بتاعي طبعا كله زحمه، كان كابتن شريف عبد الفضيل وكابتن نجيب واحمد السيد وكابتن وائل جمعه، فكان مساعد كان لسه طالع، فالدنيا كانت زحمه جدا. فانا كانت بالنسبه لي كانت الدنيا هتبقى صعبه ان انا اكون موجود. فلقيت كان كابتن حسام ساعتها، كابتن حسام غالي مسافر بلجيكا، كان رايح ليرس. فمره واحده لقيت كابتن نادر شوقي بيكلمني في تليفون، فبيقول لي سامع وشفت ان انت لعيب كويس جدا ولازم تبقى موجود معانا، وحسام غالي بيتكلم عليك كويس جدا ولازم تبقى موجود وكده. فرحت بلجيكا، فلقيت بقى الحمد لله الدنيا كويسه، ولعبت ماتشات والدنيا كانت كويسه جدا ساعتها يعني، وبدات اخد الخبرات وبدات اخد الثقه ان انا العب في اوروبا. بعد كده جت بقى الفرصه ان انا
ارجع على الاهلي تاني. لقيت كابتن علاء عبد الصادق بيكلمني ساعتها، كان انت قعدت كام سنه بليرز؟ قعدت حوالي سنه وشويه. كان انا وكابتن حسام غالي ورحنا مع بعض ورجعنا مع بعض. بالظبط كده كانت الفتره دي. بس فكانت اول ما عرفت النادي الاهلي عايزني ما فكرتش فيه اصلا، يعني مع اني كنت مكمل، وكان اي حد يتمنى ان هو لسه بيطلع اوروبا ويلا على ممكن أوروبا. تروح بقى اي يعني حتى تكمل مع ليرسا وجالك بنت وجالك بالظبط جالي حاجات كتير ساعتها. فقلت لا انا ارجع النادي الاهلي، ماليش دعوه، انا عايز ارجع النادي الاهلي. والناس تقول لي طب اقعد، طب لو مش مبسوط في النادي عندي انا اطلعك اعاره تطلع في اي حته في اوروبا برده. لا انا عايز ارجع النادي الاهلي، انا بيتي والنادي الاهلي عايزني، انا هرجع حتى لو ايه اللي حصل انا موجود في النادي الاهلي. وقد كان. رجعت بقى ساعتها زي موجود في ريبورت كده، وبدات بقى السنه دي. كان مستر جريدو ساعتها كان هو اللي ماسك السنه دي. خدنا سوبر وخدنا كونفدراليه، كانت السيزون ده. بس الجون بتاع عماد متعب في اخر ثانيه بالظبط كده، هو ده الماتش ده. اليوم ده كان طبعا تاريخي، يعني كان طبعا هتحكي لنا عليه. انا شفت تفاصيل لان الايام دي يعني ما في الذاكره يعني. بالظبط. فلقيت بقى الموضوع ماشي في السكه دي، ان انا بقى احنا بناخد بطولات الحمد لله الدنيا كويسه، بس كان حظنا وحش في الدوري السيزون ده. بس كنتش بشارك بشكل مستمر قوي، وانا كنت حابب ان انا ابقى متواجد يعني في فرقه، ان انا العب واكون موجود فيها بصفه مستمره وكده. فجالي اوفر من انتاج الحربي، كان ساعتها كابتن شوقي ماسك، كان شوقي غريب، وكان معاه كابتن عبد الستار صبري وشيتوس وكابتن عبد الظاهر السقا، كان يعني منتخب. واللعيبه اللي كانت موجوده اللي شجعني اسامي اللعيبه اللي كانت موجوده في الفرقه، كان حضرتك زي ما حضرتك عارف كان فتح الله وفضل وجده منتخب مصر بالظبط، منتخب وصلاح امين ومحمود عبد الحكيم. فانا برضو اسامي وما شاء الله يعني نجوم كلهم وخبرات كبيره جدا. فالحمد لله بدات العب بقى بصفه مستر كابتن شوقي بصراحه، يعني ليه بفضل بعد ربنا في اللي انا فيه دلوقتي حالا. هو وصلني كده وخلى عنده ثقه فيا ان انا لعيب كويس. فالحمد لله يعني ان انا كنت على قد المستوى وكنت على قد الثقه اللي هو اداها لي، واديت وعملت سيزون كويس جدا والحمد لله يعني. بس لا انا عايزه اتوقف قبل عودتك لمصر للاهلي. أوكي. انت ما فكرتش ليه ان انت تستمر هناك؟ عشان بس اتعرض عليك ان انت تنزل على النادي الاهلي، ولا كان فيه، ولا التجربه الاحترافيه انت ما تاقلمتش عليها؟ يعني احكي لي شويه عن لا خالص. عن الفتره دي خالص. انا كنت حابب العيشه بره جدا والمنتاليتي بتاعت اوروبا، يعني انا عادي بالنسبه لي اللايف ستايل ده او العيشه دي انا بالنسبه لي عاديه جدا يعني. بس حسيت ان عودتك للاهلي فرصه لا تعوض يعني. انا اول ما الاهلي، اصل انا قعدت في الاهلي فتره طويله قوي، فانا عارف قيمه الاهلي ومتربي في الاهلي. صحيح. فعارف الناس اللي بتبقى نفسها تعدي من قدام سور النادي الاهلي. فانا اول ما الاهلي كلمني ما فكرتش لثانيه، انا حتى ما فكرتش طب حتى اوروبا لو جالي فرقه احسن او حاجه، لا انا ما فكرتش. انا في ساعتها قلت انا راجع النادي الاهلي، فكرتش بقى في فلوس. ما رضيت على بياض اسكت، كابتن عبد الصادق كان موجود حكم يتسالي، انا ما فكرتش في ثانيه. قلت له يا كابتن فين العقود؟ اول ما قعدت معاه انا ما قعدتش ثانيه، كان معايا من غير ما ابص والله، مضيت على طول وانا موجود في النادي. فقلت لهم اي وقت تكلموا يا كابتن انا جاهز في التمرين وعلى طول. كان ساعتها فيها اجازه وكده، فقلت له يا كابتن اول ما تكلموني انا موجود. فكان انا طبعا كان شرف لاي حد يكون موجود في النادي الاهلي. صحيح. يعني مش خاصه المتربيين وانت 8 سنين جوه النادي، ويعني عشت حتى فتره القطاع الناشئين دي برضو بتبقى في الذاكره شويه، وبتبقى دايما معلمه معاك طول العمر. وانت كلمتنا عن النني، بمناسبه النني يعني ايه رايك في تالقه دلوقتي في البريمير ليج؟ بتتواصل معاه؟ بيقول لك حاجه؟ تجربته في تركيا كان اثرها ايه؟ يعني كلمنا برضو شويه عن طبعا. لا النني من الشخصيات الجميله ومن الشخصيات اللي ما بتسمعش كتير للناس. مثلا لو حد بينتقده بيسمع طبعا، بس ما بتاثرش فيه، بيبقى عايز دايما يثبت ان هو كويس. وانا كان دايما عندي ثقه ان هو لعيب كويس وان هو لعيب كبير، حتى في وقت كتير كانت ناس بتنتقده. انا عارف، عشان عارف ان هو لعيب كبير جدا ولعيب مهم ولعيب زي ما احنا شايفين دلوقتي في اوروبا. يعني المدرب ارتيتا بيتكلم عليه ان هو من الناس الاساسيه وعايزين يجددوا له، فما شاء الله مكسر الدنيا. فحتى هو من النوع اللي هو ما استسلمش، اللي هو مثلا قال اللي هو لا انا هرجع بقى مصر وخلاص كده، واوروبا مش كويسه وارسنال خلاص وما بلعبش. لا بالعكس، راح تركيا واجتهد وعمل موسم مش طبيعي هناك في تركيا ورجع.
وقال لا انا هثبت نفسي وهلعب، وانا حتى لو مين موجود كل واحد يعمل اللي عليه والاحسن يلعب. وقد كان هو ما شاء الله دلوقتي بيلعب، ويعني كلهم قاعدين له احتياطي. صحيح. احنا معانا برضو واحد من حبايبك قوي قوي وعشره العمر، وبالرغم من انه في معسكر مغلق دلوقتي، بس طبعا لما عرف انك موجود قال لا لازم هو يكلمك. هو عرفته. طب قول له. قول ايمن يا حبيبي. صح. الو ازيك يا لوكا؟ حد مغششك قبل ما تدخل؟ ازيك؟ انا حافظه، انا حافظه. عامل ايه يا حبيبي؟ ازاي جزتوت؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. مات طبعا على كابتن هاني. ايمن ازيك يا حبيبي؟ ازي حضرتك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ انتوا اصحاب وشبه بعض على فكره، يعني كمان بيقولوا ان احنا فينا شبه من بعض. فعلا يعني اصحابه، وانتوا الاثنين شول كمان، وما شاء الله انتوا الاثنين لعيبه كبيره. كابتن انا بشبه وحشه في حقي بصراحه. صاير احلى كتير. بيخبط بيخبط ايمن، بيخبط فيك. ايمن ازيك يا حبيبي؟ منور. بنورك يا كابتن، ربنا يكرمك. اخبارك ايه؟ منور البيت الكبير يا كابتن هاني. انتوا في الناشئين كمان كنتوا شبه بعض قوي يا كابتن ايمن. لا يعني شايف الصوره دي يعني هو اصغر لؤي اصغر مني بسنه، بس هو احنا كنا جيل واحد يعني، هم ال 92 كانوا معاهم سعيد، فاحنا كنا بنلعب في جيل واحد. كان هو بيلعب مساك جنب انا كنت بلعب باك ليفت، فكنا فرقه واحده وكنا صحاب من زمان وزمايل. والفجاه الحمد لله بتاعتنا دمت لغايه لما هو حتى كنت انا في سموحه، وبعد كده رجعت الاهلي وهو راح الجونه وانا في الاهلي. فالحمد لله الصحوبيه بتاعتنا من الناس يعني قليلين قوي من الكوره اللي بعتبرهم صحابي يعني. هو لؤي قريب منك؟ جدا. ولسه بتكلم معاه. بيقول لي يعني ذكريات طبعا قطاع الناشئين وكواليسها وحوادثها بتكون دايما بتفتكرها يا ايمن، وتبقى في دماغ اللعيب مهما وصل يعني مهما كبر. احكي لنا برضو، انا عارف ان برضو لؤي شقي شويه يعني، بس احكي لنا بعض الكواليس. وانتوا كمان كنتوا لسه صغيرين، كان معاكوا تقريبا كمان النني، وكان مين من مجموعاتكم كمان؟ كان عمرو جمال كان تقريبا، عمرو جمال وحسين السيد، حسين السيد مجموعة. كان في تاحه والعش ده. وكان في عبد الله عبد العظيم. عبد الله عظيم طبعا يعني مجموعه دي المجموعه دي كلها الشباب ومنتخب اولمبيا. اتفضل ايمن. لا يعني هو كابتن يعني كان في ذكريات جميله صراحه في ايام الناشئين، هي ايام كلها شقه بس ايام حلوه كلنا بنفتكرها يعني. لما بنتجمع انا وزمايلنا اللي هم كانوا في ايام الناشئين كنا يعني بنتكلم في الذكريات الحلوه ديت، وبنفضل نضحك على مواقف كثيره مضحكه حصلت في ايام الناشئين، حاجات جوه الملعب، حاجات حصلت بره الملعب. فدي حاجات طبعا ذكريات حلوه كتير ايام الناشئين يعني. احكي لنا بقى كده حاجه من الذكريات اللطيفه دي. عمال تقول ذكريات حلوه ذكريات حلوه، قول لنا حاجه من الحلاوه دي. هو عمال بقى بيضحك، عشان كده انا سالتك السؤال ده. لو تجيب رياكشناته. حصل موقف طريف جدا. عندنا تقريبا 18 سنه كنت انا ولؤي، فانا كنت بايت عند لؤي، فكان عندنا ثاني يوم ماتش، كان عندنا ماتش مهم يعني وكده. احنا كنا حاسمين الدوري بس هو كان ماتش مهم، لكن اهلي وانبي وكده ايام الناشئين. فكان عندها 18 سنه، ف كنا سهرانين يعني في البيت وكده قاعدين مش جايلين نوم. يا ابني نام، وانا هو يقول لي يا ابني نام يا ابني نام يا ابني نام، لحد لما سهرانين لغايه الساعه 7 الصبح، والماتش كان الساعه 2. فاحنا الغداء بتاعنا الساعه 10 الصبح، فاحنا ما نمناش يعني، احنا تقريبا نمنا مطبقين يعني الماتش مطبقين 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 بس قاعدين بنضحك بس. بنحاول ننام في استراحة الناشئين شوية قبل الماتش، مش عارفين ننام برضه. فنزلنا الماتش طبعا، أنا ولؤي لعبنا أوحش ماتش في التاريخ. طبيعي يعني. هو يبصي غلط يبص لي أنا برضه. لا وبعدين أنتوا جنب بعض كمان يا ما حدش بيشيل حد. أيوة يعني دي كانت المشكلة، إن ما حدش عارف ينقذ التاني. يعني أنت على الشمال سيد زلاب وهو باك شمال. بالظبط يعني أنا ولا عارف أنقذه ولا هو عارف ينقذني. من هيشيل مين بقى؟ من غبق بعض. هو يبصي غلط يضحكني. انا مش مصدق ان احنا وحشين قوي كده، احنا قاعدين نجري مش قادرين نعمل حاجه. من بعدها طبعا قلت له احنا لازم نبعد عن بعض، ما نعرفش بعض كده. صح، ده اسلم حل. وبعدين خد بالك انت عندك بكره خلاص بتستعد لمعسكر بكره باذن الله، ما تعملش. طبعا. قول لي منتخب مصر ان شاء الله، ان شاء الله حبيبي ان شاء الله في الماتشين المهمين الجايين دول باذن الله. كلمني عن استعداداتك بقى، بتعمل ايه قبلها بيوم يا ايمن؟ قبل الماتش بيوم؟ لا قبل المعسكر، قبل ما تدخل المعسكر يوم لازم اخرج مراتي واولادي، لان بيبقى عندي معسكر طويل شويه، فلازم. صح. انهي قبل فتره المعسكر دي، لازم
انهي مع مراتي واولادي، نخرج نتغدى بره، الاولاد مثلا لو عايزين نوديهم مكان يلعبوا شويه. لكن طبعا ايام حنينة طبعا الواحد يعني بتتريق. بص سامع بيقول ايه وانت بتتكلم؟ بلاش يا لوكا. بيقول لك حنين. بقول لك انت حنين، دي حاجه حلوه، ميزه ميزه دي. صح حاجه دي ميزه. انا بقول كده برضه. اني مش باين عليا. لا ايوه طبعا. ليه حق عليا يعني اكيد. وبعدين بقى بتخرجهم، وبعد يعني خلاص انت بتبقى عارف ان انت هتقعد فتره طويله في المعسكر ده. فبتبقى حاسس ان انت هتسيب فراغ يعني. يعني بخرجهم شويه وكده عشان ابقى رايح المعسكر وانا حتى مستريح نفسيا، يعني ان هم انا خرجتهم شويه وكده وخليتهم مبسوطين. طبيعي. ايمن طبعا يعني كمان انت متالق ما شاء الله مع النادي الاهلي في الفترات الاخيره، اذا كنت حتى كمركز سيرد باك او باك شمال، فدخولك ان شاء الله معسكر بكره المنتخب ومباراتين بتاع توجو وذهابا وايابا، شايفها ازاي؟ وكمان شايف ده هيبقى استعداد ان شاء الله جيد جدا ليه؟ طبعا المباراه النهائيه يوم 27، المباراه اللي كلنا مستنيينها، وكاس افريقيا طبعا. كابتن هاني طبعا لو حضرتك قلت كده بكره هنبدا معسكر، يعني ماتشين مهمين جدا في البطوله، يعني التصفيات طبعا المؤهله للبطوله. ماتشين مهمين جدا، لازم ان شاء الله كل اللعيبه اللي موجوده لازم تفكيرها يكون مصاب ان احنا نحقق ال 6 بونت اللي جايين دول، لان مهمين جدا. فاتمنى طبعا ان شاء الله ان احنا انا وزمايلي في منتخب مصر احنا نعمل حاجه كويسه. طبعا بعد كده بقى ماتش النهائي افريقيا طبعا هيجي بعد كده، لكن احنا طبعا انا عن نفسي بحب اركز ماتش بماتش، يعني انا عندي ماتش اللي جاي منتخب مصر لازم اركز فيه جدا، الماتش اللي بعد منتخب مصر لازم اركز فيهم جدا، بعد كده ان شاء الله لما ارجع النادي نقدر نركز ان شاء الله بطوله افريقيا ونحقق ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله كابتن. عايز تقول له حاجه لؤي؟ شكلك عايز تقول له حاجه. انا لا، ايمن اخويا يعني من احنا عندنا 8 سنين، يعني دلوقتي نعرف بعض بقى لنا حوالي 20 سنه، فعلاقه الحمد لله يعني مكمله ان شاء الله. لا ذكرياتنا مع بعض مش طبيعيه، يعني في مواقف كتير تتحكي وما تتحكيش، في حاجه اكيد. كل ضحكك كل ضحكه عباره عن ما يتحكيش. بالظبط كده، دي حقيقه. دي حقيقه. بس فلا بس ايمن لا من الشخصيات النظيفه جدا واللي بيحب الخير لاصحابه في الكوره عامه وبره الكوره، يعني دايما نقعد نكلم بعض ننصح بعض، سواء هو مثلا اللي عمل ماتش كويس عمل ماتش وحش، بنقعد نكلم بعض، والعكس صحيح برده، نقعد ننصح بعض ونعلي من بعض، ولو واحد وحش نقول له انت وحش عشان نفوق بعض. مش هيبقى صديق صح لو انا شايف ان هو وحش اقول لا انت كويس وكده. يعني مره شفت ايمن قال يعني في ماتشات قلت له فعلا كلمته قلت له ايمن النهارده انت ما عجبتنيش او انت ايه. عادي جدا. قال لك ايه ايمن؟ قال لك ايه العك اللي عملته؟ كتير يقول لي يا ابني انت لا انت في سته واحده النهارده لازم تعملهم كده بتاع. انا برضه كنت بكلمه اقول له انت لازم تعمل كده ولازم تعمل كده. فاحنا بننصح بعض الحاجات الكويسه وانا بتقبل منه وهو بيتقبل مني، يعني ده كويس. بالظبط اخوات، فهو اكيد مش هيقول لي حاجه تضرني، وانا باخد الكلام بتاعه واحاول انفذه، يعني هو برده نفس. عشان كده بقى كويس الحمد لله، عشان كده بقى كويس دلوقتي. عشان كده بقيت كويس. ها ربنا يكرمك يا حبيبي كده، وانت من الشخصيات الجميله اللي انا بحبها، وان شاء الله الفتره الجايه تحاول تعمل في المكان اللي انت تختاره، او لو كملت ربنا يكرمك حبيبي. حبيبي ايمن ربنا يكرمك انت حبيبش. كمان يا ايمن وكل زمايلك ان شاء الله يا رب باذن الله. كل التوفيق ليك يا كابتن ايمن. شكرا يا ايمن وبالتوفيق. كنا قبل التليفون كابتن ايمن اشرف بنتكلم عن انه عشقك او حبك للنادي الاهلي هو اللي دفعك لانهاء مسيرتك الاوروبيه بسرعه. دي حقيقه. انت لعبت كام بقى مباراه في عهد جاريدو؟ ايه اهم النتائج كمان اللي انت ممكن تفتكرها اللي حققتها؟ لا احنا ما لعبتش بفتره كبيره قوي بصراحه، مش كداب يعني، ما كنتش الاداء ما كانش كتير، كنت مصاب معظم السنه بصراحه. يعني دي كان عندي حظ سيء بصراحه جدا يعني السنه دي. بس بعد كده بقى ما لعبتش كتير بصراحه، بس كنت متواجد في ماتش السوبر اللي هو بتاع الزمالك بالظبط، وماتش كونفدراليه كنت برضو ما كنتش متواجد، بس كنت يعني ما كنتش متأيد عشان كان ساعتها الناس القديمه هي اللي كانت بتلعب، عشان كان بنلعب ساعتها ب 14 لعيب بس. مزبوط. في البطوله. مظبوط. متذكر يعني.
فلا يعني انا عايز اقف عند الماتش ده بالذات، واكيد لحظات غريبه جدا عدت عليك وخلاص البطوله بتروح مننا، وفي الدقيقه بلس 94 بالظبط الجون تقريبا وليد سليمان بيعملها وبيرفعها كمان بيمينه يعني احكي لي برضو اللحظات دي عشتها ازاي، والناس والجماهير كانت عايشه القصه. انا قاعد في الملعب او حضرتك الملعب بيترج 90 دقيقه الجماهير ما بتسكتش، يعني دي احلى حاجه في النادي الاهلي الجماهير بتاعته. صحيح بتقفل الكشافات. لا الملعب بيترج، استاد بيترج، انا حاسس ان انا قاعد كده فايبريشن كل ماتش. كنت انت قاعد فين ساعتها؟ مع الجماهير. مع الجماهير عشان انت بره السكور. بالظبط كده. فقاعد وبتاع الناس كلها عمال يقول يا رب يا رب الدقيقه 90، جت الدقيقه 94 مره واحده لقيت عبد الله لعبها لوليد، وليد راح رافعها بيمينه راح واقع، فاللي هو اصلا كره غريبه جدا، لقيت متعب حاططها بدماغه، مره واحده لقيت نفسي بحضن واحد ما اعرفوش جنبي اصلا يعني بحضن واحد، قمت بتنطط كده زي العيال الصغيره نجون وبتاع، والملعب فعلا بيترجى، انا قلت هنقع بقى، كنت من الناس ما شاء الله يعني انفجرت في الملعب. لقيت جريده عمل نفسه سبرنت جابوه من جابوه من عند المطاف هناك عند الاسعاف. ايوه لف الملعب كله، لف الملعب كله كان هو وخورخي والجهاز كله نزل الملعب، وكابتن علي ماهر ساعتها كان موجود واللعيبه، وان هو من كتر ما اللعيبه بتحضن بعض اللعيبه مش عارفه تتنفس، من كتر ما هو كله بقى في حضن بعض اللعيبه مش عارفه تتنفس ساعتها. فلا اليوم ده انا مش ناسيه، يعني الماتش ده من 6 سنين انا لحد دلوقتي فاكر كل لحظه فيه، وما بعد الماتش واثناء الماتش وقبل الماتش، واللعيبه ازاي كانت مع بعض، واللعيبه كلها كانت ازاي اللي احنا لازم نكسب، والاجواء وان كله بيحفز اللي جنبه ومحدش كان بيزعل التاني، وحتى ده احمد عادل كان بيلعب وهو ممزوق اخر ربع ساعه بيلعب وهو اماميته ممزوقه. ما ده برضه هياخدنا معلش يا سهام لنقطه مهمه جدا، الاجواء ولما التداخل على بطوله كبيره جدا واستعدادك للكونفدراليه، وكان النادي الاهلي اول فريق مصري يحصل على الكونفدراليه، والمباراه على ارضنا بتشابه لحد كبير جدا مباراه يوم 27. بالظبط. احكي لنا الفتره اللي بتعيشها اللعيبه قبل البطولات الكبيره او الايام الكبيره في بتعشوها ازاي، ويبقى الجو العام عامل ازاي؟ هو الجو العام بيبقى كله تركيز مش طبيعي، كله قافل على نفسه، كله حاطط تارجت ان هو لازم ان البطوله دي ما تخرجش من بره النادي، يعني لازم كل الناس بالجهاز بالعمال باي مجلس الاداره كل الناس كانت بتبقى موجوده في الملعب عشان تعزر اللعيبه، والجماهير كانت موجوده ايامنا كانت بتتفتح. التدريب كان بيحضروا جماهير طبعا. فحضرتك لو تشوف اصلا الجماهير كانت عامله ازاي في قبل الماتش، تخليك انت تنزل مش تاكل النجيله، انت عايز تقطع اي حد قدامك وتجري يعني وتموت نفسك عشان الناس دي وعشان النادي. ففعلا لا الايام دي كانت وكل واحد بيحارب برضه لاي عشان عايز يلعب، يعني برضه النقطه دي انه خلاص ما فيش بقى اساسي واحتياطي ولا 14، حتى الناس اللي بتحس انها بره شويه لا ده فرصه كبيره جدا، عايز يخش وعايز يثبت نفسه. ده انا يعني انا مثلا كنت ساعتها كنتش متأيد فيها عشان كنا جايين متاخر، ان كان القايمه وكده كان بيلعبوا القايمه القديمه، انا جاي لا انا من كتر الجماهير لا انا عايز العب الماتش ده، انا هموت والعب الماتش ده. لو انت اصلا مش مستعد اصلا بس هموت والعب واتمرن وبموت نفسي ان هو كاني انا اللي هلعب ماتش بكره. فلا الاجواء كانت تساعد اي حد ان هو يعني تخليك في اجواء مكسب، وده اللي بان، يعني انت سبحان الله ربنا مديها لك في وقت ان انت تفرح بدل فرحه اتنين، جت توقيت وجون بمكسب ببطوله بكل حاجه بفرحه الناس. فلا كان يوم ولحظات لا تنسى. يعني عايز اسالك سؤال بس ما تردش بالدبلوماسيه، لو انت دلوقتي موجود في النادي الاهلي تمام، شايف ان فرصتك كانت ممكن تكون اكبر، كان ممكن لؤي يحجز لنفسه مكان اساسي في الفريق؟ والله انا كنت يعني انا الفتره اللي انا كنت فيها كانت صعبه، بس انا كنت شايف انا كنت خدت فرصه اكبر ولعبت كذا ماتش ورا بعض، كنت حاسس ان انا ممكن يبقى فرصتي اكبر ان انا اكون متواجد بصفه مستمره وبصفه اساسيه، يعني أيوه. انا كنت شايف كده والحمد لله اثبتت لنفسي كده لما رحت الانتاج ان انا كنت بالظبط ان انا كنت لا انا محتاج بس ماتشات بالظبط، هي دي كانت النقطه. بس المشكله في النادي الاهلي ان انت ما عندكش وقت للحاجات دي، انت بتلعب كل ماتش ببطوله، فهي كانت النقطه في كده. بس انا كنت اتمنى طبعا ان انا كنت اكمل في النادي الاهلي اكيد،
ان انا اخد فرصه بس يعني. بس الحمد لله يعني الحمد لله يعني برده مبسوط بالسنه اللي كنت موجود فيها برده يعني. خدت برده خبرات واه انت كلاعب بيصعب عليك انك كان نفسك يعني كان نفسك تلعب اكتر، كان نفسك تاخد تبقى موجود جوه الملعب اكتر، لكن على المستوى الثاني انت كمان اثبتت لنفسك كلاعب كمان انك لما بتاخد فرصه بتبقى مميز. رحت مع الكابتن شوقي وعملت موسم رائع. بالظبط، هو ده انا كنت حاطه تحدي لنفسي مش طبيعي، ان انا لازم اثبت للناس ان انا ما كنتش مثلا موجود في الاهلي كده وخلاص، او ان انا مثلا كنت وحش او حاجه. كنت حاطط نفسي تارجت ان انا لازم استقتل والسنه دي اكون او لا اكون. فدي كانت بالنسبه لي اكتر حاجه مخلياني انا مركز طول السنه وعامل نركز في شغلي وعاملين ماتشات كويسه جدا. صحيح. وما خسرناش ولا ماتش في ملعبنا السيزون ده مع كابتن شوقي. فكنا ثالث احسن دفاع بعد اهلي وزمالك فرق جون او جونين. فالحمد لله كنت حاطط نفسي تارجت مش طبيعي، وكان اللعيبه بصراحه اللي معايا كانت طبعا كلها تساعد اي حد. كنا منتخب يعني كويسه قوي، كانت اللعيبه كلها خبرات وكلها لعيبه تقيله، وكان الناس بتنزل خايفه مننا سواء اهلي او زمالك. بصراحه كان بينزلوا مقلقين من الاسامي، انت ما شاء الله محمد زيدان، محمود فتح الله، محمد فضل، بابا اركو، صلاح امين، محمود عبد الحكيم، محمد فاروق، كان شهاب، فاللي هي الاسامي ما شاء الله كانت كبيره جدا يعني. فكنا بنأدي كل الناس كانت جايه عشان عايز تعمل حاجه معينه يعني، كله كان جاي طبعا يعني. كان كابتن شوقي كان عامل كبير جدا ان يعرف يلم الفرقه دي كلها، وكله كان حاطط تارجت ان هي فرقه كانت لسه صاعده يعني. انا بالنسبه لي انا كان جاي لي كذا اوفر من انديه موجوده وانديه من التوب الموجودين في الدوري، بس انا لما شفت اللعيبه اللي كانت موجوده في نادي الانتاج مع انه كان لسه صاعد مظبوط، لقيت ان لا الفرقه دي هتعمل حاجه وهنوصل مع بعض لحاجه كويسه مع كابتن شوقي. ودي كانت حقيقه. احنا كان فاضلنا لاخر ماتش كنا هنبقى مركز ثالث، لولا بس خسرنا اخر ماتش داخليه ده في الدقيقه 94 كان زماننا مركز ثالث وبنلعب كونفدراليه، وفرقه كانت جميله جدا بصراحه يعني بالنتائج وككل حاجه. جات لك عروض منين ساعتها؟ من اي او من اي انديه بتقول ان جات لك عروض من انديه كبيره في الدوري؟ كان ساعتها اسماعيلي، وكان ساعتها سموحه، كان ساعتها سموحه دي كان السنه اللي قبليها كان مفنش تاني الدوري فرق جون عن النادي الاهلي ساعتها، كان كابتن حماده صيدي كان بالظبط كده. كان جاي لي واتحاد، وكان جاي لي اوفرز كتيره يعني من انديه ومقاولين ومقاصه. وانت نوع من انواع برضو التحدي ده شيء كويس، انك كمان عندك فيجن وعندك لا انا شايف ان ده الفريق الانسب ليا في الوقت ده بالظبط، ان انا اخش معاهم الاسماء الكبيره والخبرات الكبيره ممكن كمان تسندك، لان اعتقد في الوقت ده انت كنت حتى فاقد نوع من انواع الثقه شويه لانك بعيد عن الملعب. بالظبط، وبالتالي وجود كابتن شوقي مع المجموعه ديت ودخلت وعملت ماتشات هايله وعملت سيزون رائع. بالظبط، كنت بس عايز اغير ليا غير عتبه زي ما بيقولوا يعني. بالظبط، كنت عمال اتصاب، فكنت عمال اتصاب طول السنه، فحسيت ان طب طمنا عليك بقى دلوقتي. بالظبط، فدلوقتي فرصه طمنا عليك. دلوقتي لا الحمد لله احسن. كنت الدنيا كانت في اصابه بس الحمد لله يعني دلوقتي احسن خلاص، فاضل لي اسبوعين ان شاء الله وانزل يعني ان شاء الله باذن الله. ما ينفعش نختم معاك الفقره دي غير لما نسالك عن بقى خلاص يعني العد التنازلي بدا لنهائي افريقيا، يعني قمه مصريه زي ما نعتبرها كده، ديربي ديربي الافريقي ديربي القرن. قول لي بقى شايف الاستعدادات بقى، استعدادات فريقنا، شايف المواجهه هتكون ازاي يعني؟ اعتقد ان الماتش ده هيبقى من احلى ماتشات في تاريخ مصر. ده انا رايي ان كل اللعيبه هتطلع اقصى ما فيها، اقصى ما عندها من طاقه ومن كوره ومن روح ومن كل حاجه، عشان المكسب هيبقى كبير قوي. صح. ان شاء الله يعني. صح. لما يكسب الماتش ده هيبقى معنوي بطريقه مش طبيعيه. صحيح. وببطوله لما تكسب من الند بتاعك نادي الزمالك، فرقه كبيره طبعا، والفتره دي ماشيين بشكل كويس قوي. فانت لما تكسب نادي الزمالك وفي ارضك هنا برده في مصر وعلى ملعبك يعتبر ملعب الزمالك برده، وتكسب بطوله بديربي، فدي اللي قدام كمان هتدي للعيبة ثقة مش طبيعية. بس أنا شايف إن الأجواء كل اللعيبة مركزة، أنا كنت بتكلم مع أيمن كل يوم وبتكلم مع معظم اللعيبة في النادي الأهلي، إن اللعيبة يعني مستقتلة على الماتش ده، إن بطولة زي دي يعني ماتش ببطولة، فاللي هو ما فيش ماتش أحسن من كده. وأنت إن شاء الله يعني اللعيبة كلها عايزة تعمل حاجة وتفرح الناس اللي موجودة، ده كلام يعني حتى أيمن بيقول لي كده يعني، نفسي نفرح الناس اللي موجودة، والناس عشان الفتره دي هتبقى صعبه على كل الناس لو قدر الله الاهلي خسر. فاللعيبه برده بتفكر في الجماهير، اللعيبه كلها طبعًا بتفكر بالظبط في الناحيه خاصة دي، خاصه الاهلي كمان مميز قوي السنه دي يعني. بالزبط. يعني النادي الاهلي ما شاء الله واخد الدوري قبلها بسبع اسابيع. سريعا تقييمك للموسم الصعب ده للنادي الاهلي، وده
ممكن يكون عامل ايجابي للمباراه النهائيه ان احنا ماشيين بشكل كويس، معنويات عاليه، واخدين دوري. بالظبط بالظبط. السيزون ده لا، الاهلي بيأدي باداء مش طبيعي ما شاء الله، سواء مع فايلر كان ماشيين بشكل كويس جدا بارقام، وحتى الدنيا كانت كويسه جدا. بعد الكورونا كان يمكن الاداء مش زي ما كان قبل الكورونا، بس ده طبيعي بعد ما بتقف 5 شهور ولا حاجه، فده صحيح. طبيعي عمرك ما تطلع بنفس الريتم اللي كنت يعني ناهي بيه. بعد كده جه مستر موسيماني، دلوقتي ما شاء الله الفرقه شكل مش طبيعي ما شاء الله، بحاجه تبسط يعني. الواحد قاعد الاهلي بيبقى قاعد مبسوط كانه بتتفرج على الفرقه من اوروبا. صحيح. دي حقيقه يعني، كوره واداء وجوان وكل حاجه. فاعتقد ان السيزون ده بالاداء اللي الاهلي بيلعب بيه ده هيبقى ليه فرق كبير جدا في الماتش النهائي، وان شاء الله يعني ان شاء الله الاهلي يكسب يعني باذن الله يعني. كابتن لؤي ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك، نورت بيتك الكبير. ربنا يخليك، نورتنا وشرفتنا لؤي، وبالتوفيق ليك في الفتره اللي جايه. واحنا يعني انا عن نفسي ان شاء الله متاكد انك هترجع وترجع قوي جدا باذن الله، ان امكانياتك الفنيه كبيره، وان شاء الله تكون موجود كمان معانا في البيت الكبير بعد ما نفوز بالبطوله. يا رب يا كابتن، ربنا يخليك، ربنا يخليك، وشرف ليا ان انا موجود هنا يا كابتن. نورتنا يا كابتن، شكرا.